العبد ضعف عبد المالك. سنين ديالي 52 سنة الصنعة دخلت لها كانت عندي 8 سنين، وهذه تقريبا 38 سنة وأنا في هذه الصنعة. علمونا المعلمية ديالنا توفى ومسك الله يرحمهم برحمة الله، وإحنا باقين في هذه الصنعة. وهذه الصنعة دابا مشات ما بقاتش كما كانت في الأول، إحنا غير دابا كانت لها وفيها وصافي، بركة ديالها قليلة. كان في الأول شي حاجة، دابا أنتم كنعرفوا كل شيء مات، والصنعة التقليدية ديالنا ما بقاتش كد ما قد عيطنا ما قد تخسي فينا ما حتى شي حاجة. وإحنا الحالة ديالنا بركة ربي الحبيب وصافي، وبالوليدات والمعلمية ديالنا اللي علمونا. واحد سيد في السويقة توفى مسكين، واحد سيد أنا مولاي إسماعيل، أو خدمنا مع داك اللي تعلمت. أنا تعلمت صنعة 14 سنة كنت صانع، كنخدم نشبر الجلابة وكان خدمة كاملة حتى كان نعطيها لمولاها. ودابا بالفصالة بكل شيء كنعدلوا السلام جلالب جلالب دنسا، وحنا ماشيين وفي عوض المتعلم جبنا هاد الماكينة. دابا هاد الماكينة العالم هاد الصنعة هادي الانقراض ديالها، إلا مات المعلم كتبقى الماكينة محطوطة ما كاينش اللي يخلف. كانوا عندنا الوليدات كانت تعلم، وانا بيدي تعلمت، انا قلت لكم من الصغر ديالي حتى الكبرى انتم كتشوفوا. دابا صافي ما بقاش حتى التكوين المهني عند ما تصنع هذه، ولكن ما كي الولاد ما كيبغيوش يدخلوا لها، يدخلوا نجارا اي حاجه كيدخلوا الا تصنع هذه، ولات هملوها. حتى الصنعه التقليديه هي اللي هملت هذه الصنعه هذه. في الاول كانت كي يوقفوا معنا وكيعاونونا، دابا صافي ما بقى حتى شي حاجه. والخدمه ديال الصنعه سيدي كيبقاو خدامين حتى تيجيب الله العمر، ما كاين لا ضمان اجتماعي لا تقاعد لا حتى شي حاجه. بنادم كي هذاك من صحته، الا مشات صحته صافي. عندنا الا توفى الانسان كنوضو حنايا الخياطه هيدا، وكنوضو عند الصنايعي اخرين اللي كيعرفوا ذاك السيد، وكنجمعوا لهم باش نعملوا له الجنازه ديالو، حيت الحاله ضعيفه ما كاينش اللي مع الكرا والوليدات، كتبر الحاله ديالو مسكين صافي التكينود الصناعي هادكم معه. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان.